التوحيد وميمي نازو أنغار الكتاب بحول الله، لأنه أولا حق الله على العبيد، الحق انصدار بالعالمين خل عبيد النس بني آدم، ثم كذلك لأنه ويتيذ في الجنة إلا موحد ممشن السلمارة وصدار بالعالمين ويقبر العمل للإنسان إلا الزيز، يعني إلا ما يودك التوحيد الصحيح. ثم أن سبحانه وتعالى يتشي بنادم الهداية الطمأنينة ذي الحلاوة الإيمان مني بنادم إقار التوحيد، وكذلك التوحيد السبب الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكذلك التوحيد يتشن الأمن ابن آدم الشعوب. وكثر مرة زمانية أننا يعني نشين محتاجين التوحيد أكثر زمن نحتاج الماكلة التسيت. والكتاب الأصول الثلاثة السور خل أسئلة إذا غقن الملكين القندر خميخا غيار نشار ينادي سقسيثني بزورة إخفغا توسقسا القندرنا، لذلك إخسا لابد أثنسن أثنغار. وما مش نسن أن التوحيد زي سيدو سن الأنبياء مار الرسول وكذلك الأتباع نسن، لقوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن ثمان أيام إجلس الأنبياء مرة وكذلك النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، إذن لابد أن تبع النبي النغ من زيد يوسى ونشن درس التوحيد، لأن التصميم ذان إني جن ضد التوحيد وسني تعجبة سرد التوحيد قاناش كنيو ما قام التوحيد توحيدوها قام مار يمسر من موحدون. لذلك تبدنا تبدني الدعاة أهل السنة الداعين إلى التوحيد تبدنا سندير مزرو ذو قبريد نغيش نتصداث واتخسن شاء السيورن الدعاة التوحيد. وانت نغينا مساكين والسن بأن صدر بالعالمين يخرقان غدي الدنيا ويخباران غد للقرآن الكريم وكذلك للسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى ويقبر رجل العمل إلا التوحيد. وبالتالي لا بد خان غي خصة غاث السن أذن طبق الحياة النغبة شناد في الجنة هذا غي سبعد خسم السي والعياذ بالله. إذن ما رذي نشنجي جني تسقسيان ما يميث قام التوحيد نقارس شكو ما نغشما وشما مرس التوحيد، فالحمد لله بعد ما نسقسى من معنى كلمة التوحيد الكلمة الطيبة من تقستيني كلمة لا إله إلا الله من تعنانت الشروط النص من عنانت النواقض النص، فمن توا ويسين يتافج الحج يتسمج المصيبة تنقرط نقارس هذا أمر عجيب ما يمي، لأن بنادم يجهل ويسين معنى كلمة لا إله إلا الله ونتاث السبب إذا غيث غال الجنة ومروات السين انتد السبب إذا غيذف جهنم فأتف إذ المشكل ذا مقرن. إذن أصول ثلاثة إن الزنغة تنشرح كيوم بكل اختصار ما مشنا هي أسئلة القبر التي سيسأل عنها كل واحد منا في قبره، أي واحد زينق هذه توسق الأسئلة هي ثلاثة ذقون النص: من ربك وما دينك
ومن نبيك؟ إذن ما نعلم الأصول الثلاثة يا ثانيتا ثم ندعى غاصنت ونصبار خل العلم التعلم خور ماذا نسنت ثم نخدم الأصول ثينا ندعي وذن غاصنت لأن خمين تغنسن خسلاب وذن تنسني وذن نظني. فبإذن الله عز وجل أتفن الشين خمي غن توسقسا وقندر النق أد نجاوب الجواب الصحيح. أمشينا سيد رب العالمين في كتاب